هذا وأكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيس مجلس النواب أن ذكرى يوم الشهيد هي مناسبة وطنية غالية وفرصة تجدد من خلالها مملكة البحرين قائدا وحكومة وشعبا، مشيرة إلى أن مبادرة جلالة الملك المفدى الكريم للاحتفاء بيوم الشهيد وبالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية يعكس تقدير جلالته لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ولينعم شعبها الوفي بالأمان والطمأنينة. وأعربت معالي رئيس مجلس النواب عن فخرها واعتزازها بتضحيات شهداء الواجب الوطني الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة في الذود عن أمن البلاد واستقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشادت معاليها بوقفة الشعب البحريني بجميع مكوناته صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وتقديرهم لشهداء الوطن من أبناء قواتنا الأمنية والعسكرية عرفانا بتضحياتهم وعطائهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات وبطولاتهم المشرفة سواء في الذود عن حياض الوطن أو في ميادين الشرف ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت رئيس مجلس النواب أن المجلس سيظل داعما قويا للمؤسسات العسكرية والأمنية مشيدة بما تشهده هذه المؤسسات الوطنية من تطور مستمر من حيث الجاهزية والكفاءة القتالية وما تضمه من جنباتها من عناصر بشرية على أعلى مستويات التدريب والاقتدار. وقالت معاليها إننا في هذه المناسبة الغالية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أهالي الشهداء وذويهم على ثباتهم وصبرهم ولنؤكد لهم أننا سنظل دائما إلى جانبهم داعية إلى تخليد ذكرى الشهداء الأبطال وتقديمها إلى الأجيال القادمة لتكون لهم قدوة في معنى وقيمة التضحية من أجل الوطن، سائلة الله تعالى أن ينعم على الشهداء الأبرار بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.